السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من المشهد السوداني الذي نناقش فيه الواقع بكل تفاصيله ونسلط الضوء على أبرز أحداثه. في حلقة اليوم نناقش معكم أحداث الجنينة المؤسفة وكذلك عموم الوضع الأمني في البلاد، حيث الشرق الملتهب وولاية نهر النيل وما يجري فيها وعموم التفلتات الأمنية. يسعدني أن أستضيف معي داخل الأستوديو الأستاذ حسن إسماعيل، كاتب الصحفي المعروف وزير إعلام سابقا، مرحبا بكم. مرحبا بك حبابك. وعليكم السلام أخوي حبابك. اسمح لي أن أبدأ هذه الحلقة بمشاهدة التقرير التالي، نشاهد معا. الجنينة حضرت ولاية غرب دارفور في عين العاصفة مجددا، أحداث أمنية وأعمال عنف راح ضحيتها أكثر من 50 قتيلا وأكثر من 100 جريح وفق الإحصائيات الرسمية الأولية. وفي تفاصيل الحادثة تقول بعض الروايات أن العنف اندلع إثر مشاجرة بين شباب داخل معسكر كرندق، تحول بعدها إلى حالة من الفوضى لينتقل الصراع من المعسكر إلى داخل مدينة الجنينة، ما تسبب بحالة من الفوضى والإغلاق وإحراق عدد من المحال التجارية، لتتدخل بعد ذلك بعض الميليشيات في الأحداث وتفاقم الأمر. على أثر تلك الأحداث قررت حكومة الولاية فرض حظر للتجوال وتفويض القوات الأمنية باستعمال القوة لفرض الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة، فيما أفاد شهود عيان عن سماع إطلاق نار كثيف ودوي انفجارات استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة. تلك الأحداث تسببت بشلل تام وأصبحت شوارع الجنينة خالية لا يسمع فيها سوى أزيز الرصاص. الوضع الأمني شرق البلاد لم يكن أحسن حالا من إقليم دارفور، حيث صعدت إثيوبيا من لهجتها تجاه السودان وزادت ميليشياتها من حجم استهدافها للأراضي السودانية والمواطنين، ما اضطر البرهان للقول بأن السودان لن يصمت بعد اليوم على الخروقات الأمنية التي تسببت بإزهاق أرواح النساء والأطفال. ولاية نهر النيل لم تكن بعيدة عن الأحداث، حيث شهدت وضعا مأزوما وإغلاقا لبعض الطرق بسبب بعض تصريحات والي الولاية واعتقال لجنة التمكين نائب رئيس مجلس شورى قبيلة الجعاليين عبد الله عثمان. العاصمة الخرطوم أيضا يشكو سكانها من تزايد نشاطات عصابات السلب والخطف والقتل، الأمر الذي استدعى شرطة الولاية للإعلان عن حملات أمنية لحسم التفلتات. تفلتات أمنية وتوتر خطير يجعل تساؤلات عريضة عن كيفية تعامل الجهات الأمنية مع تلك التوترات، وهل ستشهد البلاد استقرارا في قابل الأيام؟ الاستقرار هو الهدف الذي ينشده كل مواطن. لا حسن، حقيقة موضوع دارفور ربما يبدو معقدا. طيلة الفترة الماضية كانت المواجهات القبلية تستعر بين حين وآخر، المتهم كان هو النظام السابق وسياساته الخاطئة. نحن نشهد الآن عملية سلام في بداياتها، لكن الأحوال ما زالت متأزمة والاتهامات متبادلة في دارفور، وأحداث الجنينة للأسف يعني أدت لهذا العدد الهائل من القتلى والجرحى والإتلاف للممتلكات. ما هي قراءتكم لأحداث الجنينة؟ طيب، شكرا لك أخونا عويز، شكرا للإخوة المشاهدين. حقيقة ما تعرض له التقرير هي صحيح حالات القاسم المشترك الأعظم فيما بينه اللي هو التفلتات الأمنية وهشاشة الوضع الأمني، لكن حقيقة الحيثيات لما نجي ننظر لها لكل منطقة بتختلف. يعني مثلا الجنينة ده الانفجار الرابع اللي بيحصل فيها خلال الفترة الماضية، والسيناريوهات متشابهة، البدايات متشابهة، بتبدأ المسألة بما يبدو هو شجار شخصي، بعد ذلك المسألة بتتسع. يمكن الأحداث اللي حصلت أخيرا دي منذ يومين هي الأكبر، والمؤشر برضو بتاعه مؤشر مخيف. خلينا نقول انه العنف عموما في دارفور عنده مسبباته اللي بنقدر نقول يعني موضوعية ومعروفة على مر التاريخ، اللي هو الصراع ما بين المجموعات المختلفة، المجموعات الرعاة ومجموعات الزراعيين، او مجموعات بتعتبر نفسها هي أصيلة في الأرض
ومجموعات أخرى أتت إلى الأرض فيما بعد، وبيختلفوا في مسألة حكر الأرض وحواكيرها وغيرها. دي الجذور اللي بينطلق منها الصراع. للأسف الشديد وكعادة النخب السياسية السودانية ما قاعد تفوت الفرص دي، فبتحول أو تحاول تضع هذه المسائل في قوالب سياسية للاستفادة منها، سواء كانوا هم في الحكومة أو هم في المعارضة، اللي هو دائما أيدي النخبة السياسية السودانية واحدة في التعامل مع مثل هذه الصراعات. الأحداث الأخيرة في الجنينة واضح إنه في مؤشر جديد في المسألة دي، اللي هو خروج قوات اليوناميد، لأنه في مجموعات كثيرة جدا رافضة لأن القوات دي تطلع، وخاصة مجموعات المعسكرات بيفتكروا إنه خروج القوات دي أو وجود القوات دي بيمثل بالنسبة لهم مصالح بتاعت أمن، مصالح بتاعت استقرار، قد تكون مصالح بتاعت احتياج يعني، وهو متخوفين من الذي يأتي بعدها، وبالتالي كان في رفض واسع جدا خاصة من كل مكونات المعسكرات المنتشرة في دارفور، سواء كان في جنوب دارفور أو في شمال دارفور أو حتى في منطقة الجنينة، وصراع دندلع داخل واحد من هذه المعسكرات. ففي رأيي واحد من مؤشرات ومسببات الصراع الخفية هو حول أو إصهار رد فعل معين وإرسال رسائل معينة تجاه خروج اليوناميت. المسألة الثانية إنه الأخ الفريق حميتي كان طلع تصريح قال إنه قوات الدعم السريع هتنتشر في دارفور عشان تحل محل قوات اليوناميت، وطبعا التصريح ده هو تصريح ذو حدين، لأنه ممكن يؤجج مجموعات، لأنه معروف إنه تصنيف قوات الدعم السريع للأسف الشديد لحد هسه هي تصنيفها الذهني والنفسي في مجموعات سكانية كثيرة في دارفور لا زال واقف في محله، مع إنه الأخوة في الإعلام بتاعنا الدعم السريع حاولوا يشتغلوا كثير على إنه القوات دي أصبحت قوات قومية وقوات مختلطة وما بتمثل جذر إثني معين، ولكن في أذهان كثير جدا من الناس إنه القوات دي في نهاية قوات الدعم السريع يعني اللي عندهم معه خصومات مرحلة، وبالتالي قد تكون دي برضو وده تحليل الخاص يعني برضو قد تكون دي رسائل في إنه القوات السودانية أيا كان تصنيفها سواء كان الدعم السريع ولا القوات المسلحة في جهات دائرة ترسل رسائل إنه هي ما عندها القدرة علينا تحافظ على مسألة المسألة الأمنية، لأنه حتى في بيان الأخ الوالي ولاية غرب دارفور في صوت لهم واضح جدا على قائد الحامية قائد المنطقة العسكرية في الجنينة يقول لك ما تجاوب مع الدعوات وما تحرك وكذا. ده التحليل اللي بخص منطقة الجنينة والصراع في منطقة الجنينة، لكن المسألة دي كلها برضو بتحلل تحت جذر هشاشة الوضع الأمني وهشاشة الوضع السياسي العام اللي هو نحن قاعدين نشوف ملامح وملامح الضعف بتاعته في كل أركان السودان بجهاته الأربع، حتى الجهات الجغرافية اللي كانت خارج سياق الانفلات الأمني الآن هي دخلت في المسألة دي، والسبب في النهاية بيرجع لسوء الإدارة السياسية من المركز، وإنه الإدارة السياسية مركز على الخرطوم ومركز على الصراع السياسي في الخرطوم ومركز على الخارج، مركز على أجندة الخارج ومتجاهلة تماما، يعني حتى لما يتكلموا عن مجلس تشريعي حتى الآن ما في كلام عن الحكم بتاع الولايات، ما في حتى يعني الولاء مشوا حكموا من غير أجهزة، ما في أجهزة شعبية بتساند هؤلاء، ومعروف دارفور المعون الكبير والمعين الكبير للولاء وللحكام في دارفور هو الأجسام الشعبية، سواء كانت المجالس التشريعية، سواء كان مجالس القبائل، سواء كان مجالس الشورى، سواء كان المجالس اللي بيكونوها الولاء بقراءة التضاريس البشرية والتفاصيل البشرية لكل ولاية، وبينشئوا أجسام تساعدهم في إدارة هذه القضايا. الآن ما موجود الولاء المساكين في دارفور، الآن ما عندهم، ما متاح لهم إنهم هم، لأنه حتى برضو الإخوة الحاكمين في الخرطوم متناسين الخصوصية بتاع دارفور، دارين نفس الطريقة اللي بيتعاملوا بها مع الآخر السياسي في الخرطوم، دارين الولاء بتاعهم في دارفور يتعاملوا بنفس الطريقة، والوضع في دارفور مختلف، الأجسام السياسية هناك متداخلة في الأجسام القبلية، متداخلة في الأجسام الإثنية، ولا بد من أنها تكون موجودة لكي تساعد الوالي في إدارة شأن الولاية بالذات في دارفور.
بالتالي ما يمكن التعامل بها التعامل نفس الطريقه اللي تتم بالخرطوم. لكن لا. دكتور يعني انا داير ارجع لحكايه الجنين. كثير من الناس كان بيعتقد انه اتفاقيه السلام خاصه في بما تضمنته من يعني مزايا و مصالح لأهل دارفور تحديدا، يعني كان في كلام كثير أنه والله يا أخي في يعني كمية من الوظائف ومراعاة بيسموه التمييز الإيجابي، أنه ده حينزع فتيل الأزمة في 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 دارفور. وشفنا الليلة حركات دارفور ذاتها، هي ما قاعدة في الخرطوم ومشاركة الآن على الأقل في مجلس الشركاء الفترة الانتقالية وبتقدم ترشيحاتها للحكومة. لماذا لم تساهم هذه الاتفاقية في نزع فتيل الأزمة؟ نحن قبل كده كتبنا عن الاتفاقية دي وكتبنا عن رأينا فيها، وفي ناس ما يرضوا الرأي ده. هو شوف عمليا يا أويس، الحركات اللي وقعت السلام في جوب عمليا ما عندها وجود على الأرض في دارفور عمليا. هي صحيح عندها لافتات وعندها قوات، والقوات ذاتها صغيرة ومحدودة، لأنه في فترة حكم الإنقاذ هذه القوات أنهكت وأنهكت بواسطة الدعم السريع نفسه، يعني أنهكت عسكريا بواسطة الدعم السريع نفسه. بالتالي بموازين المقاييس العسكرية هي ما عندها قوات على الأرض. اللي هو كلام مين يا ركم الناوي؟ قال قتلت من 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 أهله لحميتي، وهو قتل من أهله، وإحنا هنتفق عليه. أيوة ده على الوزن العسكري. هم ما عندهم أوزان عسكرية حقيقية. على المستوى السياسي هم ما عندهم أوزان سياسية. يعني حتى لما تيجي تعمل تحليل، مع إنه الكلام ده بيفرض علينا الواقع، يعني لما تيجي تعمل تحليل إثني لحركة عبد الواحد، لحركة مني، وتحليل إثني للعدل والمساواة، بتلقاهم كلهم هم ممكن يكون عندهم وجود في مجموعات محددة في دارفور. معظم بقية المجموعات السكانية والإثنية خارج مظلة الانضباط أو الانتماء. كيف لكن عدم سواء أعضاء متنوعين من كل يعني ولاية السودان؟ يعني هذا هو الظاهر يعني، لكن التأثير أنت ممكن يكون عندك عضوية هنا وعضوية هنا لكن التأثير الحقيقي ما بتمتلكه هذه الحركات على الأرض. بعد ذاك المجموعات الإثنية بينشأ الصراع الطبيعي فيما بين صراع الأرض والزراعة والرعي، هي خارج مظلة الحركات دي نفسها. يعني هو الصراع ممكن ينشأ بعيدا عن مصالح وترتيبات ما تقول اتفاقية السلام. ممكن صراع ينشأ بين مزارعين وبين رعاة، ممكن ينشأ بين أصحاب حواكير وغيرها، وده الصراع داير ترتيبات مختلفة عن الترتيبات السياسية اللي بتحصل مع الحركات المسلحة. لأنه حتى القضايا دي الحركات المسلحة دي غريبة عنها، يعني ما قعدت تتعامل معها، ظلت تتعامل بالخطاب السياسي والخطاب التعبوي. اتفاق السلام نفسه هو ممكن يكون قنبلة موقوتة، لأنه في كمية كبيرة جدا من المقاتلين بينضووا تحت لواء هذه الحركات، وموعودين بأنه يحصل لهم اندماج في القوات المسلحة، ودي دائرة ترتيبات مالية، ودائرة تجهيز لمرتباتهم، ودائرة إعدادهم والحوجة بتاعتهم والإمداد المختلف بتاعهم، وده الآن ما متوفر له مال. نحن يمكن شفنا القيادات لما جات قاعدة في الفنادق، حصلت شبه فتنة في انه الناس اللي بيقعدوا في الفنادق شو حيدفعوا القروش من وين وكده. وفعلا وبعد ذلك نحن سمعنا السفير البريطاني قال هم ما حيمولوا التزامات اتفاق السلام، لانه بيعتبروا انه الاتفاق ده ما شمل عبد الواحد وما شمل عبد العزيز، بالتالي هم ما حيمولوا الاتفاق ده. اذا استمر بصورته لست اشهر وحصل عجز في انه تنزل الالتزامات الماليه بالذات بتاعته، نحن هنكون موعودين على حقيقه بسيناريوهات سيئه جدا، بتفلتات كثيره جدا داخل الخرطوم وداخل دارفور نفسها. القوات جات داخله اتمركزت في المدن الكبيره في دارفور، والمجموعات اللي توجدت موجوده في الخرطوم الان اذا ما تم التزام مالي وتم توفيق اوضاعها بالسرعه المطلوبه، حقيقه هي نفسها حتكون قنابل موقوته. طيب هذا فيما يخص الاتفاق الذي وقع. هل هذه يعني دخول حكاية الاتهامات لميليشيات معينة بدون أن تسمى، يعني الآن الرواية التي خرجت أن والله يا أخي كانت في مشكلة شجار طبيعي من أحد أبناء المساليت لواحد من القبائل العربية، تطور إلى ربما حدث جنائي، تم القبض على المسؤول وتسليمه للشرطة حسب الروايات اللي قاعد يتم تداولها. لكن بعدك بيقول لك يا أخي في ميليشيات استغلت تأجج الأوضاع وهجمت على الجنينة وهجمت على معسكر النازحين.
وأدى لمثل هذه التصورات. هل لحركة عبد الواحد ذاته باعتباره لسه ما خشى في السلام دور في هذه الأحداث أم أنه بعيد كل لا أكيد طبعا أكيد يعني كل عاقل ومتابع بيفهم ما هو دائما الإعلام الحكومي من مصلحته ومن واجبه يعني أنه يخفف آثار الصراع ويحاول يحصرها في أسباب بسيطة ما يوكلها وما ينسبها لأسباب سياسية وأسباب عسكرية. ده شيء طبيعي ومفهوم يعني ومحل احترام وتقدير، لكن بتبقى المسألة الحقيقية في أنه شجار بين شخصين. الميليشيات دي جات من وين وكمية القتل اللي حصلت يعني في التقرير اللي ذكر أنه الموتى أو القتلى قرابة 50. المسألة دي مستمرة حتى الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده. نعم. وواضح أنه حتستمر حتى لأيام قادمات، يعني نتمنى أنه يحصل خير يعني. فالمسألة دي قطع شك داخل فيها أيادي قوات عبد الواحد، لأنه والمسألة دي عبد الواحد ما خلانا نجتهد فيها، لأنه ذكر أنه هو شيء السلام المذكور في جوبا ده هو سلام حقيقي وسلام على الورق، وبعد ذلك بفترة معينة أعلن أنه هو حيقاتل الجيش السوداني. ده بعد ما مهد أنه قاعد تحصل تفلتات أو قاعد يحصل هجوم على قواته في منطقة جبل مرة، وأنه قادر على الرد وأنه قادر أنه يشين حرب شاملة واسعة للقوات السودانية. طبعا طبيعة قوات عبد الواحد محمد نور ما تقدر تشين هجوم، لكن هل هو عنده تواجد في المنطقة دي؟ هو عنده تواجد في المنطقة دي. طبعا المسألة دي المنطقة دي مفتوحة، واحدة من مآسي مدينة الجنينة بتختلف عن بقية المدن اللي الدخول لها بيحتاج لتشوين كثير وكبير وحركة لوجستية كبيرة. منطقة الجنينة طبعا هي منطقة مفتوحة والحدود بتاعتها من السهل جدا التسلل إليها يعني. وأيضا كذلك طبعا ضعف الأجهزة الموجودة في منطقة الجنينة. فطبيعة الشغل ده واضح أنه وراه عبد الواحد محمد نور، وعبد الواحد محتاج أنه يرسل رسالة أنه ما في سلام تم في دارفور نمرة واحد. عبد الواحد متحفظ جدا على خروج قوات اليونيفيل نمرة اثنين. عبد الواحد متخوف جدا من انتشار قوات الدعم السريع عشان تكون بديل لقوات اليونيفيل في دارفور. نعم. دي كل أسباب بتخلي عبد الواحد هذه قراءتك. نعم. خلينا نشوف دكتور محمد تورشين الباحث والمحلل السياسي قراءته شو الموضوع. مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام، التحية لك ولكل مشاهدي قناة الطيبة والسيد حسن إسماعيل. الأوضاع في الجنينة أوضاع مؤسفة، ويعني ذهب ضحيتها أكثر من يعني 50 قتيل للأسف، وكذلك أكثر من 100 جريح. يعني كيف تقرؤون هذه الأوضاع، ومن هي الجهة المتسببة أو التي يمكن أن تكون متورطة في هذا العدد الكبير من الضحايا؟ أنا في تقديري كل الأحداث التي تحدث في السودان سواء كان في الخرطوم أو في الحدود أو في دارفور تتحمل مسؤوليتها الحكومة السودانية، بحيث أن الأوضاع في دارفور هي معلومة لدى الجميع. وأحداث الجنينة هذه ليس بغريبة، وإنما أحداث تكررت في العام الماضي، حتى ذهبنا رئيس الحكومة حمدوه وحميدتي وغيرهم من المسؤولين الحكوميين إلى منطقة الجنينة. كالعادة أحداث دارفور تبدأ بصراع قد يكون شخصي أو سرقة، سرعان ما تتحول هذه الأحداث إلى أحداث جامعية، أحداث قبلية تشترك فيها عدد كبير من القوات الحكومية، تتورط بشكل أو بآخر. وده بيرجعني يعني إنه مرارا وتكرارا تحدثنا بأن هناك إشتارية حقيقية في التركيبة البنيوية للمؤسسات العسكرية السودانية، سواء كان الجيش سواء كان الشرطة الأمن الدعم السريع ولازم قوات الدعم السريع. الآن منطقة الجنينة هي هشة، فيها إشكاليات، فيها اللجان بتاع التحقيق تشكلت في حضور الفترة الانتقالية وحتى الآن لم تأتي بجديد. أنا في تقديري الحكومة تعلم أن المناطق التي تحدث فيها النزاعات سواء كان منطقة الجنينة أو غيرها مناطق ملتهبة سهلة الانفجار تحت أي لحظة، بالرغم من تلك المعطيات لم تنشر قوات محايدة، قوات مؤهلة، قوات مدربة، لم توفر المسارات العدلية سواء كان من نيابة وضع حتى يتم إذا كان هناك شخص متظلم يمكن أن يلجأ إلى النيابة ثم إلى القضاء يقتص من حقه. فالآن أصبحت فكرة
وفق قانون الغاز هي الزائدة في دارفور والكردستان وغيرها من المناطق. وأنا في تقديري هنالك جهات عدة يعني تدعى لإرباك المشهد السياسي، بحيث إنه هنالك جهات بتطاب وهنالك جهات تريد أن ترسل رسالة بأن هنالك أوضاع سيئة للغاية، المشهد الأمني ما زال هش كبير جدا مع يؤكد أنه. هل يمكن تسمية هذه الجهات؟ برأيكم يعني من خلال قراءتكم للواقع؟ أنا في تقديري هنالك جهات بترى إنه منطقة الجنينة في التشكيل القادم بيعتبر إنه في 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 سلام جاي ومعطيات سلام جاية، فبالتالي لابد إنه يعني تكون الحصة بتاعت الولاية هي لمجموعة جديدة غير المجموعة اللي موجودة اللي هو محمد عبد الرحمن الدومو اللي بينتمي لمجموعة إثنية معينة. فهنالك جهات تدعى لتغيير التراتبية والوضع المتعارف عليه، وهنالك جهات تدعى إلى الرسالة بأن هنالك يعني انفلات أمني، السلام لم يكتمل بعد، قوات اليوناميت ستشكل فراغ أمني كبير بالرغم أن هذه الأحداث تكررت في ظل وجود اليوناميت أيضا. عموما أنا في تقديري هذا المشهد بشكل أو بآخر هنالك يعني جهات عدة فاعلة وساهمت بشكل أو بآخر في تشكيل هذا الواقع، لكن في مجمل الأمر أن الحكومة هي التي تتحمل هذا الأمر باعتبار أن الأحداث حدثت صباح الأمس وتكررت صباح اليوم، مما يؤكد بأن الوالي وفي ربنا على تصريح للوالي في تواصل ما أكد أن الأجهزة الأمنية وتحديدا القوات المسلحة لم تستجيب لتوجيهاته، وهذا ما يؤكد بأن هنالك إشكالية حقيقية في الفترة الانتقالية، بحيث أنه الأجهزة الأمنية هي مسؤولية المكون العسكري في مجلس السيادة، وبالتالي أنه الآن بنتحدث عن حكومة أشبه بأنها حكومة بدون أنياب، فبالتالي يمكن لوالي أو يمكن لرئيس الحكومة أن يصدر قرار أو أمر بتحرك قوات للغيام مهمة ما، فبنجد أنه إذا كان المكون العسكري هنا سواء كان قائد الحامية أو مدير الشرطة غير راغب في القيام بتلك المهام، فيمكنه أن يتقاعد عن أداء تلك المهام وهي من صميم مهامه، فتبقى كذلك أنه الفجوة أو الإشكال الذي عانته الوثيقة الدستورية. وأنا في تقدير كل هذه المسائل من شأنها إنها يعني تؤكد علو كعب المكون العسكري في الفترة الانتقالية، وهذا ما يقودنا إلى سيناريوهات قد تكون تطبخ في المطبخ السياسي في المرحلة الجاية، سواء كان انتخابات مبكرة، سواء كان محاولة العسكر لتشكيل رأي عام اتجاههم إيجابي لتقديم مرشح واستنساخ تجربة سياسية غادمة في السودان. لا طيب، هل لفصيل عبد الواحد بعض القراءات كانت تتحدث أن الله يا أخي فصيل عبد الواحد نور هو مستفيد في هذه المرحلة من تأجيج بعض الأوضاع في بعض المناطق لكي تكون فوضات السلام الجارية في جوبا والتي بدأت أماراتها يعني في جوبا تكون عندها يعني وسائل ضغط على الأرض، هل تتفقون مع هذه القراءة أم أنها لا يعني هي قراءة اتهامية لا تنبني على وقائع الأرض؟ إذا كان في جهة أو حركة يعني لديها تأثير في لتحريك الملف الأمني في الجنينة، فعبد الواحد هو بعيد كل البعد عن منطقة الجنينة، باعتبار إنه الحركة التي لديها تأثير في منطقة الجنينة ولديها أنصار ولديها مؤيدين هي حركة العدل والمساواة الجديدة بقيادة الدكتور منصور أرباب. حركة عبد الواحد هي محصورة في مناطق وسط دارفور وفي مناطق شمال دارفور وهكذا. أما الأصوات التي تتحدث عن أن هنالك جهات هي دفعت بشكل أو بآخر لصنع الأحداث، فالأصابع الاتهام تشير إلى منصور أرباب حتى يعلو كعبه، باعتبار أنه لم يتفق في كثير من الأحداث أو كثير من مجريات التفاوض الذي جرت في جوبا. عموما المشهد في دارفور وفي جنينة تحديدا معقد جدا، هنالك عدد من الأطراف بالإضافة للبعد الإقليمي ومجاورة الجنينة اللي هي كانت أقل من 100 كيلومتر والدخول إلى جات والحدود المفتوحة وانتشار السلاح، وبالإضافة للتداخل القبلي بين كثير من المجموعات في السودان وشاد، بكل عوامل عدت إلى تعقيد الصراع والنزاع القبلي في الجنينة. فبالتالي هذه المسائل إذا أردنا أن تحل يجب أن نبسط هيبة الدولة أولا، ومن بعد عقد مؤتمرات للصلح ومعالجة الإشكاليات التي تؤدي إلى الاحتقان ومعالجة الرواتب التاريخية، باعتبار أن هذه المشاكل هي مشاكل تاريخية ورواتب تاريخية لا يمكن معالجتها بين يوم
آخر، وإنما ببرامج بتاع الصلح، بنزع فتيل التوتر، بفرض هيبة الدولة، بتقديم المجرمين إلى العدالة، وضبط تدفق السلاح إلى السودان، بمعالجة التفلتات من داخل القوات النظامية، وقف استخدام آليات الدولة من قبل الأفراد سواء كان الدعم السريع والجيش أو الشرطة. وكل هذه الأجهزة أفرادها شاركوا بشكل أو بآخر في هذه الهجمات التي حدثت أمس وصباح اليوم. نعم، زيارة حميتي للتشاد هل ترونها تأتي في هذا السياق؟ هل ممكن أن يكون لها أثر إيجابي على عموم الأوضاع الأمنية؟ أنا في تقدير زيارة حميتي للتشاد تأتي في سياق رغبة السودان في حجز التأييد لا سيما إغليم فيما يتعلق بالصراع الذي يجري وتوكل القوات الأثيوبية باحتلال على منطقة الفشقة، لكن يمكن أن يتناول هذا الأمر في إطار أنه هنالك تداخل، هنالك تدفق سلاح، يمكن أن يتم تفعيل دور القوات المشتركة السودانية التشادية بشكل فاعل حتى يتم ضبط الحدود ضمن تدفق السكان أو السلاح إلى السودان. يمكن إذا كان تشاد أحكمت مع السودان الحدود يمكن أن يقلل ذلك من أثر الهجوم على المدنيين، أو يقلل من وضع المعارك بين المواطنين السودانيين. نعم، هل أختم معك بهذا السؤال، هل قوات الدعم السريع مسؤولة بشكل أو بآخر عن أي شيء في هذه الأحداث؟ لأن وجدنا بعض الاتهامات في وسائل التواصل الاجتماعي تشير أحيانا إلى قوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع بشكل أو بآخر أي حدث أو أي عدوان تم في دارفور قوات الدعم السريع متورطة. قوات الدعم السريع هي تنتمي إلى مجموعات معلومة للجميع، عقيدتها العسكرية هشة جدا، تركيبتها البنيوية هشة جدا. قوات الدعم السريع سهل يتم استقطابها في أي نزاع، باعتبار أن المكون الذي يشكل الدعم السريع هو طرف من أطراف النزاع. بحيث انه قوات من الدعم السريع شاركت، وكذلك قوات من الشرطه والجيش شاركت. هذه حقيقه يعلمها الجميع سواء كان مواطن ولايه غرب دارفور او المهتم بشان دارفور، بانه المعارك التي حدثت اليوم وامس وقبلها هنالك مجموعات متورطه من الجيش والشرطه وقوات الدعم السريع في الاحداث. وللاسف الشديد التحقيقات التي فتحت من قبل حتى الان لم تذكر تلك الاحداث، وهكذا تمضي الاشياء، والمواطن السوداني دمه أصبح يعني لا قيمة له يفيل سواء كان في الخرطوم أو في الشرق، والحكومة في الخرطوم صامتة، حكومة الرياض والمنشأة والرسويت وتلك المناطق فقط، إما بعد السودان فهم لا يعلمون عنه شيئا يعني، وغير جادون في تحقيق الأمن في تلك المناطق. نعم، دكتور محمد تورشين باحث المحلل السياسي، شكرا لك على هذه المعلومات القيمة. دكتور محمد، يمكن بيختلف معك في حكاية عبد الواحد أنه ما عنده يعني نفوذ في هذه المنطقة، بتكلم عن العدل والمساواة جناح منصور أرباب، وبيقول لك أنه الخلاف ربما يكون تهيئة للمشهد في ما يخص الوالي، والوالي الموجود حاليا ربما يريد البعض أن يغير المشهد ليتغير الوالي الموجود، وبيستدل برضو على حكاية عدم استجابة قائد المنطقة العسكرية لطلبات الوالي. ما هو تعليقكم؟ أول شيء تأثير عبد الواحد محمد نور ما بيحتاج لوجود عسكري. الذي لا يختلف عليه أنه عبد الواحد لديه وجود تنظيمي في كل المعسكرات في دارفور، بغض النظر عن في جنينة ولا في نيالة ولا في الفاشر. كده مش مرتبط بإثنية معينة وعرقية معينة هو بيمثلها؟ عبد الواحد محمد نور بنفس المستوى اللي قبل شوية تكلمنا فيه عن العدل والمساواة، لديه تأثير سياسي. لأنه منذ فترة عبد الواحد بيقدم خطاب سياسي لدارفور باسم حركة العدل، باسم حركة تحرير السودان، ولديه تأثير داخل هذه التأثيرات تنظيمية. ومثل هذا الانفجار اللي بيحصل ما محتاج لقوة عسكرية وما محتاج لتشوين ولا محتاج لآلات تأجيج فقط. ونعم، هو شجار يستغل ويؤجج، لأنه أصلا طبيعة هذه الحركات هي محتاجة لحالة مقتلة معينة عشان تستفيد منها سياسيا، وتستفيد منها في الصيت الإعلامي والصيت المردود السياسي لمثل هذه الأحداث. يعني مثلا واحدة من اختلاطات الإفادات إنه كل الصراعات الحاصلة في دارفور طرفها مثلا الدعم السريع، هذا غير صحيح.
لانه هو الارضيه اللي احنا بنتكلم عنها هي ارضيه الحشاشه الامنيه والسياسيه. كيف في النهايه الدعم السريع في 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 جزء من تركيبته في قبليه كانت لما اسس في البدايه تمثل يمكن قبائل العرب. انا قلت لك كده، لكن الاثنيه اللي بتتكلم اللي بتمثل اللحمه بتاعت العدل وبتاعت القوات الدعم السريع ما عندها خصومات مع كل الطقس والتضاريس الاثنيه في دارفور عشان تكون يطرف في كل الصراعات الموجوده في في دارفور. هي حتى لو ارجعنا لخصومات الاوليه ولتكوين الاولي باعتبار ان الخصومات الاوليه خصومات قبليه اثنيه، ما هي ما عندها خلاف ولا عندها خصومه في على 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 امتداد واتساع الجغرافيا في دارفور حتى نلقي ونجعلها طرف في كل الخصومات اللي بتحصل في دارفور. ما هو في خصومات في 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 جنوب كردفان، في جنوب كردفان قبل اسبوع برضو كان في 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 اشتباكات قبليه في جنوب كردفان وفي غرب كردفان، ودي ما مناطق انتساب لقوات القوات الدعم السريع. نحن بنتكلم عموما عن الحشاشه السياسيه وبنتكلم عن الحشاشه الامنيه. يعني مثلا الانفجار القبلي ده حمدوك مش زار الجنينه، المره دي اوفد النائب العام، ومع انه الاحداث دي اكبر اثرا واكثر ضحايا، وكان بتستوجب انه فعلا انه حمدوك هو اللي يمشي او الحكومه تنتقل. وحمدوك حتى في احداث الشرق ما مشى الى الان في الفشقه والمناطق اصلا ما خلاص. احنا كده ناخذ النموذج انه حكومه الخرطوم يعني حقيقه لديها ما يشغلها. يعني انت تتفق مع محمد ترشين ان حكومه الخرطوم هي حكومه احياء معينه؟ يعني انا قلت هذا الكلام ابتداء انه في 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 حشاشه سياسيه. الوجدان والسقف الوجداني لحكومه الخرطوم محدود جدا. ما مرتفع وما قادر ياخذ معاه بقية الأطراف. نحن شفنا ردة الفعل بتاع الحكومة في أحداث الشرق، شفنا ردة الفعل الحكومة في أحداث الجزيرة نفسها، أحداث كردفان، أحداث دارفور المتكررة وانفجارات المتكررة. فواضح إنه الإرسال الذهني والنفسي لحكومة الخرطوم منقطع تماما عن حتى يمكن تفاعله مع قتيل واحد في الخرطوم بيختلف عن تفاعله الان مع اكثر من 50 قتيل في الجنينه. لانه هي عايش، هي اذنها بتسمع صدى سياسي معين وبتسمع ايقاع سياسي معين. اللي كان في السوشيال ميديا في جوطه كثيره وكذا كلام، هي مركزه فقط على المساكين دي، ما عندهم زول بيكتب في السوشيال ميديا وما بيعمل وقفات وما هم بيموتوا موت مجاني منذ ان تشكلت هذه الحركات المختلفه اللي هي شريك اساسي في عمليات الحرق والنهب والقتل وإساق الأرواح وتخريب المدارس وتخريب الحياة من أجل إنتاج خطاب سياسي يحاصر الخصوم، سواء كان الخصوم ديل في الخرطوم الآن ولا خصوم سابقين كانوا في الحكومة. وده نفس السلاح اللي للأسف الشديد بقى الآن هو البضاعة المعروضة في سوق الصراعات في دارفور، وبقت أي مجموعة عايزة تحرج مجموعة سياسية تانية بتستخدم السلاح ده. هو ما تفضل به الأخ المتحدث قبل قليل إنه القتل أصبح في دارفور عملة سياسية لشراء موقف سياسي معين. نعم. خلينا أخذ برضو في هذا الصدد رأي الأستاذ جبريل آدم بلال، مستشار رئيس حركة العدل والمساواة للشؤون السياسية. مرحب بك أستاذ جبريل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. قبل أن نتصل بكم كنا على اتصال مع دكتور محمد ترشين الباحث والمحلل السياسي، وهو تحدث أن قضية الصراع في الجنينة ربما تتحمل طرفا منه حركة العدل والمساواة جناح أرباب. ما أعرف أنتم كان عندكم بيان واضح بخصوص أحداث الجنينة، يعني ما هو قراءتكم لهذه الأحداث وهل تتهمون طرفا ما بتأجيجها؟ شكرا جزيلا. اول شيء انا يعني لا اريد ان اوجه اطالع الاتهام الى اي طرف من الاطراف، لانه الصراع في دارفور بشكل عام كان مفتعل في فتره حضرت 30 سنه الماضيه. نعم. والان النظام الذي كان يفتعل هذه الاشكاليات ما عاد موجود، لكن استطيع ان اقول انه هذه التفلتات الان اصبحت موروثه، يعني اصبحت جزء من موروثات الحرب في دارفور، وأصبحت أيضا جزء من الآثار الجانبية للحرب في دارفور، وهو صراع معلوم يعني تحديدا في غرب دارفور وبالأخص في منطقة الجنينة. هذا الصراع الآن أنا أستطيع أن أقول أنه بغض النظر عن توجيه أصابع الاتهام لأي طرف من الأطراف، الحكومة الحالية هي من تتحمل هذه المسؤولية كاملة غير منقوصة. والأجهزة الأمنية سواء كان القوات المسلحة أو الدعم السريع
او غيره هم كأجهزة أمنية موجودة في دارفور الآن هم من يتحملون مسؤولية ضبط الأمن والاستقرار في الإقليم، لأنه إحنا في حركة العدل المساواة السودانية تحديدا كان موقفنا واضح فيما يتعلق بانسحاب بعثة اليونامد في هذا الوقت بالذات قبل ما تتكون القوات المشتركة المعنية بالقيام بمسألة الإحلال وبرضه تقوم ببسط الأمن في الإقليم. الآن اليونامد ما عادت موجودة، وبالتالي القوات الحكومية الموجودة سواء كانت الجيش أو الدعم السريع أو الشرطة أو حتى حكومة الولاية، حكومة الولاية في غرب دارفور جميعهم يتحملون هذه المسؤولية كاملة غير منقوصة، ولأنه أيضا القاتل والمقتول الآن في الجنينة هم جماهير غربي دارفور سواء كان من القبائل العربية أو من المساليد أو غيره، أيا كان المقتول هو من دارفور، وبالتالي لا ينبغي أن تهدر هذه الدماء. الحكومة الولاية والأجهزة الأمنية يجب أن تتحمل هذه المسؤولية. نعم، هل برأيكم أن التأخر في يعني إكمال مستحقات اتفاق السلام مرور الآن يمكن 3 شهور يعني أيضا تمثل سببا رئيسيا، يعني غير موضوع عدم تشكيل القوات ذاته هو أصلا استحقاقات السلام التي لم تنزل على الأرض الواقع إلى الآن؟ صحيح، يعني هذه أيضا واحدة من الإشكاليات، لأنه حتى هذه اللحظة يعني أكثر من 3 شهور ولم تشكل او لم تستكمل هياكل السلطه في السودان سواء كانت سياديه او مجلس الوزراء او مجلس التشريع او حتى حكومات الولايات المعنيه ببسط الامن تحديدا في الولايات وتحديدا في دارفور واقامه السلطه الاقليميه في دارفور وغيره. التاخر في تشكيل هذه الحكومه بدوره بطبيعه الحال ادى لتاخر او لتاخير القوات المشتركة اللي هي من أطراف السلام والدعم السريع والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى تنفيذ الاتفاق يقتضي أنه بعد تشكيل الوزارة واستكمال هياكل السلطة يقتضي أنه تشكل قوات مشتركة لبسط الأمن والاستقرار في الإقليم، وبطبيعة الحال طالما أنه حتى هذه اللحظة إحنا لن نتمكن بعد في تشكيل أو استكمال هياكل السلطة في السودان، هذا الموضوع ايضا انعكس سلبا في الاوضاع الامنيه الحاليه، وبالتالي استطيع ان اتفق معك تماما بانه التاخير في استكمال هياكل السلطه انعكس سلبا في الوضع. والان الاشكاليه في الجنينه بطبيعه الحال التاخير هو السبب، ممكن يكون واحد من الاسباب. نعم، هل من رساله توجهونها لعموم سكان الجنينه بهذا الصدد؟ بطبيعة الحال يعني إحنا طالما إنه كما ذكرت إنه القاتل والمقتول هم من أهل دارفور، وطالما إنه الآن إحنا وقعنا على اتفاق سلام وكنا ننشد إنه بعد توقيع اتفاق السلام يعني لا نهدر قطرة دم واحدة في السودان، وإنه ثورة ديسمبر المجيدة أكدت على السلام كركن أساسي من أركان الثلاثة المتعلقة بال بمطالب الثورة السودانية، ما كنا أبدا نود أن تهدر هذه الدماء وتهدر هذه الدماء في هذا الوقت تحديدا. وبالتالي من هذه الزاوية أناشد الأطراف المتصارعة في الجنينة تحديدا إنه هذه الحروب إن صح التعبير نسميها حروب عبثية، يجب أن توقف هذه الحروب ويجب أن يوقف هذا القتل العشوائي ما بين الأهل في الجنينة، لأنه الناس القاعدين هذه القبائل المتحاربة الآن موجودة في هذا الإقليم وفي هذه المنطقة في غرب دارفور لسنين موجودين مع بعض. ما هو الجديد الذي أدى إلى تقاتل وإلى القتال وإلى إراقة كل هذه الدماء؟ إحنا نناشد أولا الأحيان في غرب ضبط النفس وحث الأطراف على إيقاف هذه الحرب، وأيضا نناشد كل أعيان دارفور الإدارات الأهلية في دارفور، لأن دارفور تمتاز بالحكمة في الإدارات الأهلية وغيرها، نناشد الحكماء من الإدارات الأهلية في إقليم دارفور بشكل عام أنهم يتدخلوا بشكل عاجل، كما أننا نطلب من حكومة الولاية والأجهزة الأمنية في الولاية بضرورة التدخل لبسط الأمن والحيلولة دون توسع
نطاق هذا الصراع. نعم، أستاذ جبريل آدم بلال، مستشار رئيس حركة العدل والمساواة للشؤون السياسية، شكرا لك على هذه المداخلة. أستاذ حسن، أخذ منك تعليق سريع قبل أن ننتقل للملف الآخر، ملف الشر. أنا متفق مع أخونا، لكن في مناشدته في أنه ضرورة أنه الاقتتال ده يقف، ضرورة أن نلجم شيطان القتل والاحتراب في دارفور. لكن في إشارتين مهمات جدا. الصراع في دارفور ما بدأ مع الإنغاز للأسف الشديد. نخب دارفور كانت على الدوام بتحاول أن توسع دائرة الخطاب السياسي ضد خصومة بواسطة إشعال الحرب في ثيابهم وثياب أهلهم. حقه نحترف بالقصة دي. الآن الحركات دي إذا تباكت على الموت في دارفور، نقول لهم يداك أو كتاء وفوك نفخ. يعني الحرب دي ما إجعل طرف واحد، هم جزء أساسي منها، ويجب انه عشان، ولكن ما يعني ما الكل يتحمل المسؤوليه. يعني في سياسات خاطئه برضو في المعالجه كانت، هم شركاء. يعني حتى السياسات الخاطئه كانت في النظام السابق اصلا ما حنحمل طرف واحد المسؤوليه، لكن هم الجميع يعني هم شركاء في القصه دي. مقاومه اي نظام سياسي بيكون عندها وسائل وطرق اخرى، وحق نقول الكلام ده بشجاعه. يعني زي ان احنا ما قاعدين ندين تجربه الانغاز، نقول اخطات هنا واصابت هنا، حقه من جامل باسم السلام نسكت نبلع كلامنا وكده. لازم نقول انه الاخوه ديل واحده من اخطائهم انهم ارادوا ان يضربوا خصوما السياسيين في فتره الانغاز بانهم اشعلوا النار في ثيابهم، وهم يعلموا الوضع الإثني والقبل الهش في دارفور، وإنه النار إذا اشتعلت في دارفور وده الدليل. الآن من الصعب تجي تقول له والله دي حرب موروثة من دارفور، من الصعب، دي حرب موروثة من النخب السياسية كلها. من الصعب تقول دي حرب موروثة من الإنغاز، دي حرب موروثة من النخب السياسية كلها للأسف الشديد. وللأسف الشديد حظ دارفور كان هو الأسوأ، يعني لأنه المسألة دي أسرفوا فيها إسراف شديد جدا. الاتهامات بالاغتصاب والاتهامات بالحرب الإبادة، وده كله من باب التزلف لاتخاذ موقف عدائي من المجتمع الدولي تجاه الحكومة اللي هم برزوه، حقيقة أسرفوا. والآن المسألة دي هم حتكون جزء من حصيدهم، واحدة من مشقاتهم في إدارة دارفور لفترات طويلة قادمة. وحقه نحن كل ما نكون دار نمشي لخطوة لقدام نقيف ونقول الخطأ كان وين. ما بيصلح انك تحط الانغاز دي شماعة لكل شيء، للرغيف وللجاز وللفشل وللحرب في دارفور، ما يصلح كده ولا يستقيم ولا في منطق بيقبل الكلام ده. الان في سلام هش، حقه نقول الكلام ده انه في سلام هش، في ترتيبات ما حتتعمل، لانه هم عارفين انه السلام ده اتعمل عشان يحصلوا التقسيم بتاع المواقع في الخرطوم، مع ان احنا مرحبين به، لكن احنا بنقول الاجراءات السلام ما نضجت ما اكتملت، وانه واضح الشرخ اللي حصل بين قحط وبين المجموعات الجايه الخرطوم للسلام. واضح انه الخصومه خصومه سياسيه، وواضح انه المأساة يعني ستخيم اكثر وستقيم اكثر، حقيقه للاسف الشديد في دارفور. نسأل الله السلام. نعم، يمكن احداث الجنينه دي برضو ما يعني ليست غريبه عنها برضو احداث شرق السودان المتأججة. بنتكلم عن تصريحات إثيوبية متصاعدة، وربما حتى تحشدات في القوات، ويستدعى ذلك حتى رد يمكن من رئيس مجلس السيادة. كنا نشوف البرهان كان عنده تصريحات حول هذا الأمر، نشاهد معه. إحنا صحيح فرطنا سنين طويلة جدا في الوطن دي، لكن هسه رجعت لنا، وتاني إلا نموت كلنا نفل فيها هنا حتى نخليها. الكلام ده توصلوا لي يا أخوانكم، نحن حنلف عليه ونكلمون. نحن جينا هنا عشان نحمي السودان ونحمي رجال السودان ونساء السودان. والشيء اللي حصل لي يا أخواننا قبل بداية الشهر هنا ده، غدروا بهم، قتلوا مننا 5 أو 7 عساكر هنا ده، غدر وخيانة. نحن ما كان أصلا متوقعين أنه يحصل بيننا أي ضرب والله أي نوع من أنواع العنف مع جيراننا في أثيوبيا. لكن البادي أظلم الناس ذي البدو، نحن ما بدينا. أمس كتلوا نسواننا، وقبل كده كتلوا المزارعين حقيننا وحرقوا أراضينا وشالوها قلعاها مننا، وهسي أمس بتكلموا بقولوا الأراضي دي ما سودانية، وبتكلموا بقولوا السودان مش دخل في أراضيون.
الأرض دي سودانية، شاء من شاء وأبى من أبى، الأرض دي سودانية رغم أن كل زول يقول هو ما سودانية، يجي يقتلنا نحنا ويجي ينتهي مننا ويجي يقعد فيها، ونحنا بيكم انتو دين بيكم انتو، نحنا بنقاتل ونحنا ذاتنا بنجيب هنا ذا لغاية ما كلنا نكمل، نجيب هنا لغاية بعد نحنا نكمل. أنا متأكد الناس زي النسوان اللي ماتوا مبارح ديل بيجوا يقيفوا معانا وبيجوا يقاتلوا معانا، لكن إحنا دمنا دم ناسنا ودم أهلنا ما رخيص وأراضينا ما رخيصة، عشان كل دول يستبيحة وكل دول يسرح ويبرح فيها على كيف. نحنا يجب أن نقيف وقفة كلنا، وقفة صلبة، ونقيف كلنا مع بعض عشان نحمي الوطن ونحمي ناسنا ونحمي أهلنا ونحمي الناس المساكين. النسوان نسوان في زول بيقتلوا نسوان، نحن الناس غير ما هو دي زراعة قاعدة، والعيش قاعد والقطن قاعد والمزارعين داخلين ومارقين والأسيوبيا قاعدين معانا مئات الآلاف هنا ده، لكن نحن أخوتنا وأخلاقنا وطبائعنا كسودانيين ما بتخلينا نرفع السلاح في وجه النسوان ولا في وجه الأطفال. الله أكبر. الزول بيعمل عمل زي ده يستحق أنه نحن نعامله نفس المعاملة. أيضا في تصريحات أخرى للبرهاني يوم أمس تحدث عن أن انتشار القوات أو قوات الجيش في هذه المناطق تم إعلام أبي أحمد ورئاسة أثيوبيا بهذا الانتشار قبل تنفيذه. أستاذ حسن، يعني أزمة في أقصى الغرب وأزمة في أقصى الشرق مشتعلة، والوسط لا يخلو من هذه الأزمات. يعني موضوع الشرك ده، هل يعني في بعض الناس بيطرحوا الرؤية الآتية، بيقول لك الشدة اللي قاعد يحصل في الأطراف ده لا يمكن نظر له ببراءة، يعني ممكن تكون هناك أهداف أخرى. لا، هو الوضع في الشرك طبعا مختلف، فأنت بتتكلم عن عدو خارجي، هنا صراع داخلي وهناك صراع خارجي طبعا. نعم، الوضع بيختلف، لكن كله تحت جذر واحد، جذر هشاشة الوضع السياسي. أنا أؤيد جدا الذي قاله الأخ الفريق البرهان قائد العام للقوات المسلحة. من المهم إنه أن تسترد هذه الأرض بغض النظر عن رأي الطرف الآخر، بغض النظر عن تخريجاته، بغض النظر عن تفسيراته اللي بيقولها للإعلام العالمي، لكن هذه أرض سودانية. لكن المهم، وهذا ما ذكرته في مقال افتكر يوم أمس، إنه في من المهم جدا إنه الجبهة الداخلية السياسية تكون موحدة عشان تحمي ظهر القوات المسلحة، وجزء من ترتيبات حماية الجبهة الداخلية. أنا داير أنبه الأخ البرهان لترتيبات الشرك، لأنه ده نفس الانفجار اللي حصل في أثيوبيا، ممكن اتفاقية مسار الشرق ده ممكن يعمل نفس الانفجار على مستوى الجبهة. تتكلم عن الانفجار في أثيوبيا ولا الانفجار اللي حصل في الغرب؟ الانفجار الأهلي السياسي في منطقة الشرق، لأنه الآن المكونات المختلفة في شرق السودان ما متفقة على هذا المسار ومتحفظ عليه، وهم الأغلبية. مشكلتنا دائما بنخلقها بيدنا، بنعمل نخب محدودة مدعومة بالإعلام وعندها وجود في الإعلام، وبنخليها تعمل الترتيبات السياسية بمعزل عن المكونات الشعبية أصحاب المصلحة الحقيقية، بغض النظر عن أصحاب المصلحة. فواحدة من خطوط التأمين للوضع السياسي في شرق السودان كله، وأنا حقيقة من منبرك ده خويس براشد الأخ البرهان، إنه ضرورة وقف ما يسمى بمسار الشرق وما يسمى بالمسارات المختلفة، مسار الوسط ومسار الشمال. هو مسار الشرق حاليا يعني عمليا الان متوقف، منتظر لحد ما يحصل اللي هو الاخوة ديل مشوا جوبا وعملوا تأكيدات على انه مسار الشرق ده موجود ودي مش مسألة مزعجة. ونفس الشيء اللي بيحصل في نهر النيل الان هو جزء من تداعيات مسار الشمال يعني. فدي الاخ برهان لو ما انتبه، ما في حاجة اسمها القوات المسلحة ما عندها علاقة بإدارة الملف السياسي، بل الملف السياسي ده مجموعة سحب بتتجمع وبتمطر على رأس الجميع، يعني بما فيها القوات المسلحة، وهي اللي بتخلق الأرضية اللي بتحدد بعد ذلك مسار الأشياء. فلا بد إنه القوات المسلحة، وخاصة إنه اللي أجروا اتفاقات وتفاهمات مسار الشرق وغيرها من المسارات، هم أعضاء في المجلس السيادي. ضرورة مراجعة، أنا ما بقول إلغاء، لكن ضرورة مراجعة هذه المسارات إذا أردنا أن نحتفظ بالجبهة الداخلية لشرق السودان تحديدا، لأن الوضع فيها الآن لا يحتمل. ضرورة أنه نحن نوقف ونعيد فيه المزيد من النقاش،
ونفتحه زي ما انت ذكرت على اصحاب المصلحه. نعم برضو يعني وضع نهر النيل، انا المخرج بيقول لي الزمن بيقدر مضايق فحنضطر نحاول نعمل انتقالات سريعه. وضع نهر النيل برضو يعني بدا يخش على خط الازمه. احنا شاهدنا في ولايه نهر النيل في الفترات الفاتت كان تصريحات مختلفه من والي نهر النيل، وبعد كده برضو شاهدنا تفلتات امنيه يمكن في 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 عطبره. والليلة إحنا في عندنا أمام وضع جديد، هناك مناشدات من قبل قبائل الجعاليين باتجاه يعني عزل الوالية، وأيضا الاعتراض على الإجراءات اللي قاعد تمارسها، وفي حالة قطع للطرق وتأجج للوضع الأمني هناك. شوف أخواننا دي لو أنا ما فينها بقول لك ده كله تحت جذر الهشاشة السياسية. الجماعة دي لو جوا فحصوا تجربة الإنغاز في التعامل مع الولايات بيلقوا تجربة كويسة. مثلا زي نهر النيل دي، هما انتخابات 2010 خلوا الولاية ترشحوا من داخل الولايات. وتعمل الصراعات عنيفة جدا. جو في 2015 راجعوا المسألة دي، أول شيء لغوا قصة انتخاب الولاة، خلوها تعيين، ولغوا قصة إنه الولاية المحددة تدار من قبل جزء من مكونات أبناء. مثلا نهر النيل دي كانوا بيحكموها ناس من النيل الأبيض، القضارف بيجيبوا لنا ناس من الشيعة على أساس إنه يكونوا على مسافة واحدة من المكونات المختلفة في الولاية. الآن الإخوة ديل ما راعوا لكل الحسابات دي. الوالي الموجود في نهر النيل عايز يصفخ حسابات سياسية، دار ينزل أجندة سياسية ثورية ثقيلة جدا، دي عندها ردود أفعال وعندها ارتدادات. ما كل الولايات تضاريسها السياسية وتضاريسها الإثنية متشابهة، فبالتالي أنت بتتعامل مع كل ولاية بالفحص المشهري المخصصه هي. يعني ده لما ما يتم هو بيحصل الازمه دي خلقت الواليه، وبمجرد ما يتم تغييرها جزء كثير جدا من حاله الالتهاب الحاصله في نهر النيل الان. ما مثلا في مكونات سياسيه مناهضه لقحط في النيل الابيض وفي الجزيره، لكن ما تعاملوا مع الولاه بنفس الطريقه، ولا الولاه نفسهم في المناطق دي تعاملوا بالطريقه اللي تعامل بها الاخ الاخت الواليه في نهر النيل. فبيبقى الأزمة مرات بيخلقها الأشخاص، والاختيار الخاطئ للأشخاص والمحاصصة إنه والله الحزب الفلاني عنده الولاية الفلانية، وقد يكون الحزب ده ما عنده الشخص المؤهل لأنه يدير الولاية، أو الشخص اللي بيطرح الحزب ده عنده حساسية معينة ومعروف إنه عنده خصومات معه، ودي مكونات صوت عالي أعلى من الحكومة المركزية. حتى الحكومة المركزية ما بتقدر تصطدم معها، يعني ممكن تتعامل معاه بالمسكنات، ممكن تتعامل معاه بالتاكتيك السياسي، لكن ما بتقدر تلغيها. دي زي مثلا يعني كسلة زي موضوع كسلة ولي. زي موضوع كسلة، وفي النهاية الحكومة حتحرج نفسها. فأنت عشان خاطر مكون حزبي بسيط ما عنده أي تأثير حقيقي على الأرض، حتخسر لك حتشحن أطراف معينة كاملة، وفي النهاية حتخسر. يعني عاجلا أم آجلا حتخسر. الحكومة ما حتكون ضد مواطنين أو طيف واسع مثل الطيف الواسع في نهر النيل عشان ترضي لها مكون حزبي هو ما عنده وجود حقيقي. يعني وجود على مستوى الأفراد، وحتى مستوى الأفراد تعوزهم الحكمة وتعوزهم الخبرة وتعوزهم الدراية وتعوزهم إعمال الرأي. يا أخي ما كله أجندة ثورية ممكن يتم إنزالها في أي مكان وفي أي طقس سياسي. هم لازم يفهموا كده. ما في ولا ما شوف في الجزيرة، ما شوف في النيل الأبيض، ما شوف في النيل الأزرق، وما حصلت الصدامات دي لأنه لغتهم كانت مختلفة. فالأزمة في نهر النيل دي على طيلة الفترة الماضية ما شهدت مثل هذا الالتهاب. لكن القصة دي السبب الأساسي هي سوء تقدير اختيار الوالي، وسوء تقدير أداء الوالي فيما بعد، وبرضو الحكومة المركزية ما قادرة تتخذ موقف. الحكومة أنا ما سمعت ولا تصريح واحد للحكومة، لوزير الداخلية، لرئيس الوزراء، لوزير الحكم الاتحادي، ما في زول يتكلم عن الأزمة بتاعت نهر النيل دي إلى اليوم يعني. طيب أيضا يعني السؤال الأهم هو أنت بتقول ما في زول يتكلم، يعني لماذا لا يتحدث هؤلاء الناس؟ كثير من المراقبين بيتعجبوا أنه في أحداث كبيرة قاعد تحصل في البلد، وبالجهاز التنفيذي في البلد الممثلا برئيس الوزراء يعتبر أعلى سلطة يعني تنفيذية، وحتى هو افترض سلطته أعلى من سلطة مجلس السيادة باعتبار مجلس السيادة مجلس تشريفي بموجب الوثيقة الدستورية، بنلقاه غايب عن الأحداث الكبيرة في البلد. ما هي الأزمة زي ما أنت قلت، يعني السلطات المفروضة هي مفروضة أو المفترضة يعني، لكن في حاجة اسمها الهمة أو الهمة والعزيمة. الهمة محدودة، الجماعة دي اللي عندهم 5-6 قضايا شغالين عليها: صندوق النقد الدولي، تغيير القوانين، إجازة قانون الطفل،
تغيير المناهج، دي القضايا هم العاملين على ومصممين ذهنيا ونفسيا وكده مصممين عليها. ونحن قبل في ده ما هو في دارفور سال دم كثير جدا يعني، وبيزعج اي حكومه في الدنيا لو حصل لها في اطرافها اللي بيحصل في الجنينه ده. ما هم تبقى بترسل النائب العام، الحكومه كلها بتنتقل الى الجنينه وتقعد هناك تشوف اللي حصل شنو. لكن التفسير الوحيد انه ضعف وطبيعه التكوين النفسي والذهني والعقلي للحكومه اللي بتدير الشان السياسي السوداني الان، حقيقه ده المحدوديه بتاعتها يعني. وكل ميسر لما خلق له، الحكومه دي الجهات اللي جابتها يسرت لها ادوار معينه يعني ما حتتخطاها يعني. نعم. انا يمكن براجع في التعليقات اللي قاعد تجي الان في علينا في السوشيال ميديا، في يعني بعض الناس او مثلا ابو العربي واحد من المشاهدين بيقول احنا ما زلنا نكرر هذه الاحتكاكات، كان يعرف فضها قوات هيئة العمليات فقط وكل القوات حاليا ضعيفة وغير مؤهلة لهذا الوضعية. هل فعلا غياب هيئة العمليات ده هو السبب؟ تماما نتفق. غياب الجهاز الأمني بصلاحياته الضخمة، ما هو برضو شوف النخبة السياسية دي أنانية. تفتكر إنه الجهاز الأمني ده بياخذ صلاحياته لو هي بقت موجودة في 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 مربع بعاديها هي بتنتصر عليه وكده، وبالتالي تمنع إيجابية هذه الأجهزة عن كل عن عموم السودان. التعقيدات اللي بتحصل في الاقتصاد، في الشح، في التهريب، في عدم الوجود الأمني، في التخابر، في التفلتات الآن الموجودة دي، حقيقة دور كبير جدا لغياب الأجهزة الأمنية اللي اتبنت حقيقة. نحن بنينا أجهزة أمنية في فترة مايو، جينا فكيناها بعد 86، اتبنت أجهزة أمنية قوية جدا بغض النظر عن الرأي السياسي، بغض النظر عن المآخذ. كان ممكن تبقى هذه الأجهزة بإمكانياته وبقدرات أفراد التدريبية والتعليمية والعلمية والإعداد بتاعهم، ويعاد توجيهها وفق النظام السياسي الجديد. لكن إحنا حقيقة ده الشيء حاصل علينا من 56 يعني. نعم. أنا طبعاً بتجيني رسائل كثيرة الآن في التعليقات، لكن هي يعني اتهامات ما بين طرف ضد طرف، يمكن ما مناسب أنه إحنا نذكرها، لأنه الهدف في نهاية أن تهدأ النفوس وأنه نبتعد عن هذه الصراحات. أنا شاكر لك مشاركتك معي في هذه الحلقة. وفي ختام هذه الحلقة أعزائي المشاهدين أذكركم بأننا نسعد دائماً بتلقي أسئلتكم واقتراحاتكم من خلال التعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الملتقى في مشهد سوداني جديد بإذن الله. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.